تعود أزمة بحر إيجا وتوتراته بين تركيا واليونان إلى الواجهة على خلفية مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة الليبية مع أنقرة والمتعلقة باستكشاف وإنتاج ونقل وتجارة النفط والغاز الطبيعي. تفاهم وصفه وزير خارجية اليونان بعدم الشرعي، معتبرا أن الحكومة الليبية فاقدة للسيادة على اعتبار أن ولايتها منتهية على حد تعبيره. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد أشار إلى أن تركيا لا ترغب في الحرب مع اليونان وليس لها أطماع في أرض أحد، لكنها تتحدث فقط باللغة التي تفهمها جارتها أو من يفكر بالاعتداء على تركيا ومصالحها القومية. Sadece Yunanistan için geçerli değil. Bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun onlara karşı bizim cevabımız bir gece ansızın gelebiliriz. Bunu böyle bilmeleri lazım, böyle anlamaları lazım. التوترات التركية اليونانية ليست بالجديدة، فقد تصاعدت في أكثر من مناسبة، منها اتهام أنقرة لأثينا بعسكرة الجزر اليونانية في شرق بحر إيجا، ولعل الاتفاقات التركية الليبية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية والبحث عن مصادر الطاقة في المتوسط من أهم أسباب دفع التوتر القديم الجديد بين البلدين إلى مستويات متقدمة في ظل استمرار دعم دول الغربية وعلى رأسها فرنسا للجانب اليوناني.